ينضم معنا من لندن الأمين العام للجبهة الوطنية العريضة سيد نزار عبد العزيز. أستاذ نزار، بداية مرحبا بك. ماذا يعني تعليق المجلس العسكري المفاوضات في السودان؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة. أولا نستنكر ما حدث من أحداث، وكنا نتمنى التوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتقدير. فبالتزامن مع جولة المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي انطلقت الاثنين الماضي، يعني شهدت اختراقات واضحة للقضايا الخلافية، حيث تم الاتفاق على نظام وهياكل الحكم ومهامها خلال الفترة الانتقالية التي طبعا حددت بثلاث أعوام. في الوقت نفسه وللأسف الشديد اندلعت أحداث دامية في منطقة الاعتصام بالقيادة العامة، أدى لمقتل بعض من شبابنا الثوار وبعض من الجرحى والمصابين، بلغت أعدادهم كبيرة جدا. لا نتأسف على ذلك ونتحسر ونجزي لشهدائنا، ولكن نقول إن هذه من مكونات الدولة العميقة التي طالبنا بتصفيتها، والتي من المتضح بأنها ما زالت تعمل يعني في المشهد السوداني وبشدة وتحت عجز ونظر المجلس العسكري الذي ظل عاجزا عن فعل أي شيء. المجلس العسكري يعني صرح بأن الثورة فقدت سلميتها، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ للأسف الشديد الثورة لم تفقد سلميتها، فنحن مستمرين في السلمية حتى آخر هدف لنا. كلمة رئيس المجلس العسكري البرهان بالأمس، كلمة انتفاء السلمية، مؤشر خطير جدا، يعني وتعني تمهيدا لتصعيد قد يتم او قد يتسم بالعنف او التملص من بعض الاتفاقات او الاتفاقيات التي ابرمت مع قوى الحريه والتغيير، خاصه كما يقولون انه الشيطان في التفاصيل، لانها تفاصيل ربما لا تجد القبول لدى بعض من سدنة النظام السابق، لانها لها بنود كثيره جدا على ما اعتقد انه لن تتوافق معهم، وهم شعروا بانهم تم اخصائهم. فالفتره الانتقاليه معروف عنها هي لقوى الحريه والتغيير التي قادت هذه الثوره من ديسمبر الماضي، لانه طلبوا من كل الاحزاب ان توقع على وثيقه الحريه والتغيير لكنهم رفضوا، كانوا وزراء وكانوا في القصر الجمهوري وزراء. فللاسف الشديد فعندما قامت الثوره حبوا ان يرجعوا مره اخرى. الكثير من الضغوط يعني طبقت من جانب المجلس العسكري، يعني إلى أي مدى ترى أن هذه الضغوط يعني ستؤثر فعلا على تظاهرات وقوى الحرية والتغيير؟ ستستمر التظاهرات بالتأكيد. قوى الحرية والتغيير وتجمع المهديين بالأمس أصدر بيانه الذي التف عليه كل الشعب السوداني بأن بعض الحواجز بأن يكونوا فقط في منطقة الاعتصام وهي بالقيادة العامة التي كانت من 6 ابريل وحددت لهم، فلا يبارحوا تلك المنطقه اطلاقا. فسيستمر تصعيدنا، سيستمر سلميتنا ستستمر، ونحبذ ان لا تتم مواجهتنا مع المجلس العسكري الذي من الواضح بان هناك ايادي خفيه او بعض من انا لا اقول انه دول اقليميه او بدات تخش على المشهد السياسي السوداني للاسف الشديد. نشكرك شكرا جزيلا من لندن الأمين العام للجبهة الوطنية العريضة الأستاذ نزار عبد العزيز، شكرا لك.